صاحبها على مر الزمان حروفا يسكن الإخلاص فيها يراها القلب ملحمة المعاني. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على حبيبنا وأسوتنا وقدوتنا وشفعنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. أما بعد فمرحبا بإخواني وأخواتي وأهلي وأحبابي، مرحبا بكم مرة أخرى مع مواقف إيمانية. عشنا مبارح وأول مبارح مع مواقف الثبات، كانت مواقف في غاية الروعة والجمال. شفنا قد إيه إن الإنسان ممكن يجي عليه وقت ويضحي، والمفروض ده يكون في كل وقت يا جماعة، يضحي بنفسه وبماله وببيته وببلده، مش يضحي ببلده يعني يبيع بلده، يعني يهاجر من بلده زي ما حصل لأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم لما هاجروا من مكة إلى المدينة. يعني ممكن إنسان يسيب كل حاجة بس المهم أنه يفوز بدينه. شفنا دي صهيب لما ساب ماله كله علشان يظفر بالهجرة خلف النبي صلى الله عليه وسلم، والنبي يستقبله ربي حل بيع أبا يحيى. شفنا الغلام في قصة أصحاب الأخدود إزاي ضحى بنفسه بحياته من أجل أن تحيا أمة بأكملها على نعمة التوحيد والإيمان بالله سبحانه وتعالى. شفنا قد إيه أن الإنسان ممكن يتشق نصين بالمنشار ولأنوش يفرط في دينه أبدا، زي ما حصل مع قصة الراهب وزي ما حصل مع جليس الملك، الاتنين يتشقوا بالمنشار. قد إيه يا جماعة الدين غالي، دينك دينك لحمك دمك. الإنسان وقلت قبل كده يا جماعة ممكن يستغنى عن كل حاجة، ممكن يستغنى عن الأكل فترة طويلة، وممكن يستغنى عن الشرب فترة طويلة، وممكن يستغنى عن متع الدنيا أزمنة طويلة، لكنه لا يستغنى عن الله طرفة عين. عشان كده الليلة دي إن شاء الله ربنا يجمعنا وإياكم على الخير دائما، ويحيي قلوبنا بذكر الله سبحانه وتعالى وبحبه سبحانه وتعالى، ويجمعنا وإياكم يا رب العالمين في الفردوس الأعلى. قولوا أمين. اللهم أمين يا رب العالمين. تعالوا نشوف الليلة دي 12 وسيلة للثبات على دين الله. كتير جدا قابل شباب يقول لي ادعي لي يا شيخ انا نفسي ربنا يثبتني لان انا انتكست بقالي فترة، ادعي لي لحسن انا حاسس يعني شيء من الفطور في قلبي، ادعي لي ادعي لي. وكان نفسي اقابل واحد يقول لي الحمد لله ادعي لي ربنا يثبتني على انا فيه، انا وصلت لمرحله جميله جدا، حاسس بحلاوه الايمان، حاسس بنشوه التوحيد والايمان، حاسس ما شاء الله بحلاوه قيام الليل وصيام النوافل وذكر الله وقراءه القران، ما شاء الله الايمانات عندي عاليه قوي. نفسي اقابل شباب يقولوا لي الكلام دوت، يعني كتير قوي اللي بيقابلني ادعي لي انا انتكست، ادعي لي انا حاسس بفطور، ادعي لي. انا عايز اقول لك حاجه بسيطه خالص، عايزك تسمع ال 12 وسيلة دولت وتعض عليها بالنواجز، وتحاول بقدر الإمكان اكتب بس رؤوس أقلام. أول حلقة لما تتعاد بكرة سجلها، اعمل اللي انت عايزه، المهم بالله عليك اوعى تنسى ال 12 وسيلة دولت للثبات على دين الله. رقم واحد إقامة التوحيد لله. قال صلى الله عليه وسلم والحديث رواه البخاري ومسلم: المسلم إذا سئل في قبره فشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله فذلك قوله تعالى: يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة، ويضل الله الظالمين، ويفعل الله ما يشاء. عارف حضرتك لحظة دخول القبر، كنت قلت زمان ساعة موت أحد رؤساء الدول، هذا الرجل حكم دولته 46 سنة، خد بالك. فلما مات، فمش أنا لوحدي، أنا وكتير من الدعاء قلنا كلمة حلوة قوي، قلنا ماذا يساوي 46 سنة ملك بيشاور بصبعه يغير اللي هو عايزه في بلد كاملة ويعمل اللي هو عايزه ويتمتع بأي متعة وعايزها، ماذا يساوي 46 سنة ملك مع أول ليلة في القبر؟ ماذا يتساوي؟ كل متعة في الدنيا ممكن الإنسان ينساها مع أول غمسة في النار، وكل عذاب وشقاء وبلاء في الدنيا ممكن الإنسان ينساه مع أول غمسة في الجنة، زي ما النبي أخبرنا والحديث رواه مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يؤتى بأنعم أهل الدنيا من أهل النار فيغمس غمسة في النار، ثم يسأله الله عز وجل: عبدي هل رأيت بؤسا قط؟ هل رأيت نعيما قط؟ فيقول: لا والله يا ربي ما رأيت نعيما قط. ويؤتى بأشد الناس بؤسا في الدنيا من أهل الجنة فيغمس غمسة واحدة في الجنة، ثم يسأله الله عز وجل: عبدي هل رأيت بؤسا
بؤسا قط؟ هل مرت بك شدة قط؟ فقلوا لا والله يا ربي ما رأيت بؤسا قط وما مرت بي شدة قط. يبقى إقامة التوحيد. يعني إيه إقامة التوحيد؟ بسط لنا الموضوع يعني عشان بس نفهمها. اوعى في يوم من الأيام تظن أن هناك من ينفع أو يضر من دون الله. اوعى تتوكل على غير الله، اوعى تذبح لغير الله، اوعى تنذر لغير الله، اوعى تحلف بغير الله. خلي قلبك مليان توحيد لله، خليك عالم يقينا انه لا نافع ولا ضار الا الله سبحانه وتعالى، وان الله هو الذي يملك الضر والنفع، وان الله عز وجل هو الذي يملك مقاليد الامور. واعلم ان الامه لو اجتمعت على ان ينفعوك بشيء فلن ينفعوك الا بشيء قد كتبه الله لك، ولو اجتمعت على ان يضروك بشيء فلن يضروك الا بشيء قد كتبه الله عليك. رفعت الاقلام وجفت الصحف، الحديث عند الترمذي بسند صحيح. يبقى اقم التوحيد لله سبحانه وتعالى، اوعى تنذر لغير الله، اوعى تذبح لغير الله، اوعى تظن ان هناك من ينفع ويضر من دون الله، اوعى تظن ان هناك اوتادا واقتابا يدبرون الكون من دون الله سبحانه وتعالى. وحد الله سبحانه وتعالى، قل لا اله الا الله. ده رقم واحد. رقم اثنين، وانا سامحوني بستعجل لان ال 12 وسيله دولت المفروض عايزين يدرسوا كل يوم وسيله، لكن بنقولهم كده بايجاز ان شاء الله. بعد ذلك إن شاء الله لعل وعسى ندرس لكم وسائل الثبات في سلسلة كاملة إن شاء الله، بس عشان بكرة إن شاء الله في درس مهم برضو عايزين نسمعه، فالنهاردة بس يعني بنعرج على وسائل الثبات على دين الله. أول حاجة إقامة التوحيد لله، لأنه خد بالك من حاجة، قد يأتي الإنسان يوم القيامة وكما يقول أهل العلم فالتوحيد هو الحسنة التي يغفر الله بها كل سيئة، والشرك هو السيئة التي يحبط الله بها كل حسنة. ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشرقت ليحبطن عملك ولا تكونن من الخاسرين. شوف قد إيه، يبقى إذن الشرك يحبط كل عمل صالح، والتوحيد هي الحسنة التي يغفر الله بها كل سيئة. ولذلك ثبت في الحديث الذي رواه الترمذي بسند صحيح إن الرجل يأتي يوم القيامة جماعة وينشر له 99 سجل، السجل كمد البصر. سبحان الملك، 99 سجل. تخيل حضرتك لو طلعت مثلا فوق برج القاهرة كده وشوف عينيك تجيب كم كيلو، حوالي 20-30 كيلو، ده سجل واحد كله مليان ذنوب وسيئات. تخيل حضرتك بقى جنبهم 99 سجل. فالله عز وجل يسأل العبد، وربنا قال لا ظلم اليوم، وقال ونضع الموازين القسط ليوم القيامة فلا تظلم نفس شيئا. شوف دي، فلا تظلم نفس شيئا وإن كان مثقال حبة من خردل أتينا بها وكفى بنا حاسبين. فالمولى عز وجل يقول له أهذه أعمالك؟ بلى يا ربي. أهذه سجلاتك؟ بلى يا ربي. أظلمك كتبتي الحافظون؟ في حد من الملائكة كتب عليك حاجة أنت ما عملتهاش؟ قال له لا يا ربي. فيقول جل وعلا بعد أن يخرج له بطاقة، بطاقة صغيرة بس مكتوب فيها كلمة، الكلمة دي من أجلها خلق الله السماوات والأرض وأنزل الكتب وأرسل الرسل وخلق الجنة والنار وكلف العباد بأعظم تكليف، ثم انقسم الناس بسبب هذه الكلمة إلى فريق في الجنة وفريق في السعير. مكتوب في البطاقة لا إله إلا الله. فيقول جل وعلا للعبد احضر وزنك. قال كيف أحضر وزني؟ 99 سجل أشيلهم إزاي يا ربي؟ قال احضر وزنك، لا ظلم اليوم. يحضر العبد وزنه وتوضع السجلات 99 سجل، السجل كمد البصر، توضع في كفة وتوضع كلمة لا إله إلا الله في كفة. يقول الحبيب المصطفى ما تصلى عليه صلى الله عليه وسلم فطاشت السجلات فإنه لا يثقل مع اسم الله شيء. كلمة لا إله إلا الله اللي من أجلها خلق الله كل هذا وكلفنا بأعظم تكليف. يبقى أول سبب إقامة التوحيد لله سبحانه وتعالى. رقم اثنين قراءة القرآن، ومش كده وبس، والعمل بما فيه. قال جل وعلا وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين. شفاء ورحمة، شفاء في الدنيا ورحمة في الدنيا وفي الآخرة. ربنا يرحمك بالقرآن، ربنا يعلي قدرك بالقرآن. يقال لقارئ القرآن يوم القيامة اقرأ وارتق ورتل فإن منزلتك عند آخر آية كنت تقرأها. القرآن شافع مشفع، هيشفع لك. القرآن شافع مشفع وماحل مصدق، من جعله أمامه قاده إلى الجنة، ومن جعله خلفه ساقه إلى النار. قال جل وعلا وقال الذين كفروا لولا نزل عليه القرآن جملة واحدة. فربنا بيرد عليهم بيقول إيه؟ كذلك لنثبت به فؤادك ورتلناه ترتيلا. الكفار بيقولوا هو ليه القرآن منزلش على النبي صلى الله عليه وسلم مرة واحدة
زي ما الكتب كلها جماعة نزلت على كل الأنبياء مرة واحدة. واضح؟ كان كل الأنبياء بينزل عليهم الرسالة بتاعتهم مرة واحدة، لكن النبي محمد سيدنا وحبيبنا وتاج راسنا صلى الله عليه وسلم نزل عليه القرآن منجما مفرقا حسب الأحداث وحسب اللي حاصل وحسب وحسب. واقرأ بقى في أسباب النزول للإمام الوحيد واعرف بقى كل آية نزلت في مين، حتى إن ابن مسعود قال والله ما نزلت آية إلا وأنا أعلم أين نزلت وفيمن نزلت ومتى نزلت. يا سلام، شوف بقى. فلما النبي يعني الكفار بيقولوا هو ليه النبي ما نزلش عليه القرآن جملة واحدة، فربنا بيقول كذلك لنثبت به فؤادك. تحصل حاجة معانا فتنزل آيات القرآن تقول له يا رسول الله الآيات دي نزلت عشان الموقف الفلان، فيزداد النبي صلى الله عليه وسلم ثقة ويقينا في الله. هو مش محتاج صلى الله عليه وسلم، هو أعظم قلب وأخشع قلب وأتقى الناس لله صلى الله عليه وسلم. يحصل حاجة معينة، واحد يتهم في حاجة زي أمنا عائشة ما اتهمت في حادثة الإفك، فتنزل الآيات من سورة النور تبرئ أمنا عائشة. ثلاثة يتخلفوا في غزوة تبوك فتنزل براءتهم ثم تاب الله عليه ثم تاب عليهم ليتوبوا كما في سورة التوبة. يحصل موقف معين فينزل آية عشان تبرئ. يحصل موقف بين زينب بنت جحش وزيد بن حارثة ويطلقها زيد فينزل الأمر بالزواجين من فوق السبع سماوات، فلما قضى زيد منها وطرا زوجناكها. خدت بالك؟ فنزل القرآن منجما لتثبيت قلب النبي ثم لتثبيت قلوب الصحابة والأمة من بعد النبي صلى الله عليه وسلم. رقم ثلاثة، التزام شرع ربنا وكثرة العمل الصالح. لما الإنسان ربنا يهديه فيكثر من العمل الصالح فربنا يزيد هدى، فلما يزداد هدى فيلاقي نفسه بيعبد ربنا أكتر، فلما يعبد ربنا أكتر ربنا يزيد هدى تاني، وهكذا ينتقل من هدى إلى هدى لحد ما يوصل قلبه إلى ذروة الإيمان بفضل الله سبحانه وتعالى. قال جل وعلا والذين اهتدوا زادهم هدى وآتاهم تقواهم. طب زادهم هدى وآتاهم تقواهم، فهم اهتدوا وزادوا فربنا يزيدهم أكتر، فلما يزدادوا أكتر، وهكذا تبقى المسألة كده طردية، زيد وإحنا نزيد زيد وإحنا نزيد حتى ما يوصل القلب إلى مرحلة لا تخطر على قلب بشر من الروعة والخشوع والجمال. حاجة ربنا يا رب يرزقنا مثل هذا القلب. يقول جل وعلا ولو أنهم فعلوا ما يوعظون به. يا ما سمعنا مواعظ، يا ما ناس ذكرونا بالله، يا ما ناس قالولنا يا جماعة قيام الليل صيام النهار ذكر الله قراءة القرآن الاستغفار صلوا على النبي صلى الله عليه وسلم، اعملوا الخير بروا الوالدين صلوا الأرحام احسنوا إلى الجار اكرموا اليتامى. يا ما ناس وعظونا ويا ما ناس ذكرونا، بس المسألة مش مسألة حكاوي قاعدين بنسمعها ولا مواعظ بنسمعها، لازم تطبق اللي بتسمعه قدر استطاعتك، لأن ربنا قال كده فاتقوا الله ما استطعتم. ده بالنسبة بقى للنوافل والرواتب، أما بالنسبة للفرائض لازم تأدي الفريضة. ما جيش أقول بقى فاتقوا الله ما استطعتم أنا أصلي الظهر وبلاش العصر، لا فاتقوا الله ما استطعتم ده الكلام ده بالنسبة لما تعوز تتنفل عايز تزود فاتقوا الله ما استطعتم في أمر معين، وإنت حتى في فريضة ومش قادر تصلي الفريضة وإنت واقف لأنك تعبان فاتقوا الله ما استطعتم، صلي وإنت قاعد مش قادر وأنا قاعد فاتقوا الله ما استطعتم، صلي وإنت مضطجع سبحان الملك مش قادر أتوضى بالمية اتيمم فاتقوا الله ما استطعتم. شفت قد إيه ديننا جميل، ديننا جميل للي يفهمه. عشان كده بقول والله يا جماعة اللي بيعقد الدين وبيكلكعه وبيطلع يشخط وينطر ويعقد الناس في دينهم هو أصلا مش فاهم الدين، لأن لو فهمنا الدين ده إن الدين يسر، ده النبي اللي قال كده صلى الله عليه وسلم إن الدين يسر ولن يشاد الدين أحد إلا غلبة. نعمل إيه يا رسول الله؟ قال حاجتين فسددوا. طب مش قادرين وقاربوا. عارف حضرتك اللي ماسك بندقية فبيقولوا له الهدف هو قدام عينيك اضرب، فبيقول بسم الله فضرب، فلما بيسدد ويقول بسم الله فلو ضرب إما إنه يجي في عين الهدف أو على الأقل قريب منه شوية، هي دي فسدده جيت في عين الهدف ماشي، طب معرفتش أوصل وقاربه خليك قريب من الهدف. واخد بالك؟ ولذلك الإنسان لما يروح مثلا مكة عشان يعتمر أو يحج بيقولوا له إيه؟ بيقولوا له القبلة بتاعتك فين؟ قالوا لو كنت جوه الكعبة يعني جوه في, 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 في صحن الحرم جوه فالقبلة بتاعتك هي عين الكعبة. هي إيه؟ هي عين الكعبة، لازم تبقى عينك على الكعبة نفسها. طب لو كنت بره الحرم
سواء في مكة في جدة في الرياض في أي مكان في الدنيا، قال لك تنظر جهة الكعبة. لأن أنا وأنا عايش في مصر هنا أكيد عينيا مش معقولة هتكون جايبة الكعبة بالملي وبالسنتي، إنما جايب اتجاه الكعبة. واضح؟ يبقى فسدده مش عارف وقاربه. شفت ديننا جميل إزاي؟ شفت قد إيه النبي بيوضح لنا ده النبي بيحارب الغلو. ده التلاتة اللي ما كانوش بيعملوا معصية، ده التلاتة كما في الحديث الذي رواه مسلم لما راحوا سألوا عن عبادة النبي صلى الله عليه وسلم فلما أخبروا عنها كأنما تقالوها، قالوا أين نحن من رسول الله وقد غفر له ما تقدم من ذنب وما تأخر. واحد فيهم قال لهم أما أنا فأصلي الليل ولا أرقد، والتاني قال أما أنا فأصوم النهار ولا أفطر، والتالت قال أما أنا فلا أتزوج النساء. وصل الخبر للنبي. شوف يعني أقول إيه، أستاذ الزوقيات اللي في الدنيا دي كلها يا جماعة اتعلموا الزوقيات النبي صلى الله عليه وسلم. ما جابش التلاتة بقى ووبخهم، خد بالك، ورغم ان التلاتة ما قالوش حاجة حرام، ده واحد بيقول هصلي والتاني بيقول هصوم والتالت بيقول هتفرغ بقى لعبادة ربي مش هتجوز، يعني ما قالوش حاجات محرمة. ما فيش واحد قال هشرب خمر والتاني قال هلعب ميسر والتالت قال مش عارف هشم هيروين، أبدا، دي كلها عبادات، وخد بالك. ورغم ذلك شعر النبي ان ده بداية الغلو. بداية الغلو ان انت تظن من جواك يا مسلم انك ممكن تعبد ربنا اكتر من عبادة النبي. هو في غلو اكتر من كده؟ فحب النبي كان ممكن واحد غير النبي يقول له معفرم عليكم يا شباب، ايه ما شاء الله ده، عبادة وقيام وصيام وتفرغ للعبادة، ايه الجمال ده؟ لا لا لا، دي بداية الغلو. فرح النبي عسان بزوقياته الجميلة برديش يجرحهم، راح منادي الصلاة جامعة، اتجمعوا الصحابة كلهم، التلاتة دول تاهوا في وسط الصحابة، حدش عارف الكلام موجه لمين. ثم قال ما بال أقوام يقولون كذا وكذا، حد عارف من اللي قال؟ ما حدش عارف، لأن النبي بيراعي ذوقيات الناس وشعور الناس. الناس اللي بتقعد تجرح في بعض، الناس اللي بتطلع على الهوى ويقعدوا يسبوا بعض ويشتموا في بعض ويناظروا في بعض ويفضحوا في بعض، خفوا على يعني ارحموا بعض، ارحموا بعض، دي مش أخلاق مسلمين. الناس اللي عايزين يعملوا برامج توك شو علشان بس مجرد ان يعمل اكشن كده على الهوا ويجيب واحد يفضحه على الهوا او يشتمه او يعمل مداخلات يجرحه قدام الناس او يفضحه او ينشر اسراره على النت او غير ذلك، شوفوا النبي كان بيعمل ايه. النبي كان بيستر وكان بيحض المسلمين على الستر، يقول من ستر مسلما ستره الله في الدنيا والاخره. اللهم اجعلنا منهم يا رب العالمين، اجعلنا يا رب ممن يسترون إخوانهم ولا تجعلنا يا رب ممن يفضحون إخوانهم. شوف الدقيق، قال ما بال أقوام يقولون كذا وكذا، أما إني والله لأخشاكم لله وأتقاكم له، ولكني أصوم وأفطر وأصلي وأرقد وأتزوج النساء، فمن رغب عن سنتي فليس مني. التلاتة اتزبطوا، حد جرحهم؟ أبدا. حد عرف مين التلاتة اللي قالوا كده؟ أبدا، حتى لم يذكر اسمهم في الرواية. شفت قد إيه أخلاقيات النبي صلى الله عليه وسلم؟ فشوف ربنا بيقول إيه؟ ولو أنهم فعلوا ما يوعظون به لكان خيرا لهم وأشد تثبيتا، وإذا لآتيناهم من لدنا أجرا عظيما، ولم يوضح الأجر، ولهديناهم صراطا مستقيما. ثم قال بعدها ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا، ذلك الفضل من الله وكفى بالله عليما. يا سلام يا سلام على جمال وروعة القرآن، بس كل ده بشرط، ولو أنهم فعلوا ما يوعظون به. الموعظة اللي بتسمعها أخويا الحبيبي والموعظة اللي بتسمعها أختي الفاضلة، حاولوا على قد ما تقدروا فاتقوا الله ما استطعتم. بكلمكم عن قيام الليل ولو ركعتين، بكلمكم عن القرآن ولو جزء كل يوم. شوف قد هي دي بقى، هي دي بقى الفطنة والفقه في الدين. قال صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين أحب الأعمال إلى الله أدومها وإن قل. عارف العبادة البسيطة دي لما تداوم عليها تؤثر في قلبك أفضل من أن أنت تيجي في يوم كده تقول أصلي قيام الليل من العشاء للفجر ثم أتركه لمدة شهر. أديك مثال، شايف كوباية المية ديت؟ لو إني أنا جيت النهاردة فتحت حنفية مية على صخرة، خليت الحنفية تنزل نقطة نقطة، على مدى شهر النقطة دي هتعلم في الصخرة، هتحفر حفرة وتعمل علامة، هتأثر.
طب لو جبت كل المية ديت النقط الريز دي وجمعتها في برميل مية ودقتها على الصخرة مرة واحدة لن تؤثر، واضح؟ فعبادة كبيرة نعملها في مرة واحدة ونترك العبادة بعد كده لا تؤثر. أما العبادة ولو كانت يسيرة وبسيطة تقعد تؤثر في القلب وتنور في القلب وتخلي القلب يزداد خشوعا وإخباتا وإقبالا على الله سبحانه وتعالى. ربنا يثبتنا وإياكم. رقم أربعة من أسباب الثبات يا شباب ويا أخوات ويا أهل ويا ناسي، تدبر قصص الأنبياء. قال جل وعلا: وكلا نقص عليك من أنباء الرسل ما نثبت به فؤادك. إيه علاقة قصص الأنبياء بتثبيت القلب؟ أصلي نعمة التسلي أو نعمة التسلية نعمة من النعم الكبيرة قوي قوي اللي هيحرم منها أهل النار في الدنيا. يا جماعة ممكن الإنسان، ربنا يا رب يشفي كل مرضى المسلمين، قولوا آمين. ممكن الإنسان يمرض وهو قاعد في البيت ليل ونهار عمال يقول آه وبيتأوى. طب خده كده وديه مستشفى وحطه في عنبر فيه 30 مريض بنفس المرض، فأول ما يبص على اللي جنبه يلاقيه عنده نفس المرض بس أشد، واللي قدامه أشد وأشد، واللي جنبه فقول الحمد لله ده مش أنا لوحدي، ده ياما ناس ابتليت، اللهم لك الحمد يا رب، ده الحمد لله نهى لحد كده الحمد لله. اسمها نعمة التسلية أو التسلي. خد بالك إن أنا أتسلى بغيري. أهل النار بقى ما عندهمش النعمة دي مع إنها نعمة كبيرة جدا. الخنساء لما مات أخوها صخر وكان كافرا قعدت سنة تبكي وتقول شعرا في أخيها، كانت تقول: يذكرني طلوع الشمس صخرا وأذكره بكل غروب شمسي، ولولا كثرة الباكين حولي على إخوانهم لقتلت نفسي. بتقول لولا أن في ناس كتيرة إخوانهم ماتوا كنت أنا قتلت نفسي، بس الحمد لله في ناس كتيرة ابتلوا زي نفس البلاء اللي أنا ابتلت بيه. في النار بقى شوف لما يجتمع عصاة الموحدين مع الكفار في النار، الكفار هيتريقوا عليهم هيقولوا لهم إيه؟ ما أغنى عنكم إسلامكم، مش أنتوا أسلمتوا وأمنتوا وعبدتوا ربكم، طب إحنا كفرنا بقى ورغم ذلك إحنا الاتنين في النار مع بعض. فيغضب المولى عز وجل لهم ويأمر الملائكة فتخرج عصاة الموحدين من النار. فذلك قوله جل وعلا كما أورد ذلك الإمام القرطبي رحمه الله رحمه واسعة في يعني تفسيره، قال: فذاك قوله تعالى ربما يود الذين كفروا لو كانوا مسلمين. فيحبس كل كافر، المخلدين بقى في النار، يحبس في مكان وحده في النار. وانت عارف النار مظلمة، أوقد عليه 1000 عام حتى بيضت، و1000 عام حتى احمرت، و1000 عام حتى سودت. فيظن كل واحد منهم أنه قد سجن في جهنم واحدة وإن كل أهل النار خرجوا. تخيل، شوف إحساس إنسان أنه لو كان في سجن، ربنا يعافينا ويعافيك يا رب العالمين، والسجن ده فيه 500 مسجون، لو حس في لحظة أن 499 خرجوا وهو الوحيد اللي فاضل ممكن يموت كمدا وحزنا. شفت قد إيه؟ فلما تتدبر قصص الأنبياء، المولى عز وجل بيقول للنبي عليه السلام وللأمة من بعد النبي عليه السلام: وكلا نقص عليك من أنباء الرسل ما نثبت به فؤادك. لما تشوف الابتلاء اللي حصل لسيدنا نوح، لما تشوف الابتلاء اللي حصل لسيدنا لوط، لسيدنا شعيب، لسيدنا صالح، لسيدنا موسى، لسيدنا عيسى، لسيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، لما تقعد تشوف الابتلاءات اللي حصلت لهم قلبك هيثبت تقول الحمد لله مش أنا لوحدي. خدت بالك؟ ولذلك النبي عليه السلام لما جاله خباب بن الأرط، الحديث رواه البخاري، وقال له: يا رسول الله، كان اتعذب عذاب شديد جدا، كانوا بيوقدوا الخشب لحد ما يبقى فحم ويجردوه من ملابسه من فوق وينيموه على الفحم لحد ما يقول خباب، بيقول: فما كان يطفئ الفحم إلا ودك شحم ظهري. ما كانش بيطفي الفحم ده إلا شحم ظهري بيسيح وينزل على الفحم يطفيه. تخيل العذاب، فرايح للنبي ظهره مولع متبهدل من كتر النار اللي فيه. فبيقول له: يا رسول الله، ألا تستنصر لنا؟ حديث رواه البخاري. ألا تدعو الله لنا؟ فالنبي غضب، يعني كان المتوقع النبي يقوم يدعي له، إنما النبي غضب مش عايزه مستعجله. قال: إنه قد كان يؤتى برجل ممن كان قبلكم فيحفر له الحفرة في الأرض ثم يوضع فيها، ثم يوضع المنشار، قصة أصحاب الودود اللي ذكرناها امبارح، ثم يوضع المنشار عند مفرق رأسه فيشق نصفين ويمشط بأمشاط الحديد ما دون لحمه إلى عظمه،
ما يصده ذلك عن ديني، والذي نفسي بيدي لا يتمن الله هذا الأمر أي هذا الدين حتى يسير الراكب من صنعاء إلى حضرموت، ما يخاف إلا الله والذئب على غنمي، ولكنكم قوم تستعجلون. السبب أو الوسيلة الخمسة من أسباب الثبات الذكر، ذكر المولى عز وجل. أنا نفسي أسأل إخواني وأخواتي اللي قاعدين قدامي واللي منوريني ومونسيني لولادي، أنتم معطلين لسانكم ليه عن ذكر الله؟ شغل لسانك وانت قاعد بتسمعني، هتخسر ايه وانت قاعد بتسمعني لما تقعد تقول سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله، الحمد لله، استغفر ربنا، ثبت ذكر معين عشان ما تتلخبطش وانت بتسمع، واقعد اذكر ربنا كده ليل ونهار. انا كان ليا صديق احبه قوي قوي، كان دايما لما اقعد اتكلم معاه يقعد يشغل لسانه بذكر الله سبحانه وتعالى، فلما يجي الدور عليه يتكلم، فلما اجي يدور عليا هو يقعد يذكر ربنا سبحانه وتعالى. كان بيقول لي كنت أقعد أذكر ربنا لحد ما نام، وخد بالك ده أحلى أحلى منوم في الدنيا. الناس اللي عندها أرق، لو عندك حالة أرق اوعى تجيب منومات وحاجات زي كده، ما تجيبش الكلام ده خالص، اقعد أذكر ربنا، صدقني والله يقينا الشيطان مش هيسيبك تذكر ربنا، هينيمك هو بنفسه، وخد بالك يعني سبحان الله. فبيقول لي كنت لما أقوم قبل الفجر مثلا بساعة عايز أصلي ركعتين ولا حاجة، أجي أقوم قبل الفجر ألاقي لساني لوحده شغال بذكر الله. هذا الأخ في يوم من الأيام أجريت له عملية جراحية، وكنت رايح للمستشفى عشان أوصى عليه، فلقيت الدكتور اللي عمل له عملية قال لي يا شيخ محمود أنا رأيت من هذا الشاب يعني شيء ما رأيته في حياتي أبدا. قلت له خير؟ قال لي هو في البنج بقاله 5 ساعات، والله إن 5 ساعات دولت لم يفطر لسانه عن ذكر الله. هي دي المسألة، اللي بيحب ربنا وقلبه بيتحرك بذكر الله، ومن أحب أحدا يعني لابد أن يذكره، فما ظنك إذا كنت تحب المولى عز وجل سبحانه وتعالى فاطر السماوات والأرض. قال صلى الله عليه وسلم حديث رواه الترمذي بسند صحيح: ألا أنبئكم بخير أعمالكم وأزكاها عند ملككم وأرفعها في درجاتكم، وخير لكم من إنفاق الذهب والورق اللي هو الفضة، وخير لكم من أن تلقوا عدوكم فتضربوا أعناقهم ويضربوا أعناقكم. قلنا بلى يا رسول الله، إيه اللي أحسن من كل ده؟ قال ذكر الله تعالى. ذكر الله أفضل من كل ده، بل ثبت أيضا عند الترمذي بسند صحيح أن رجلا جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال له يا رسول الله دلني على عمل، يعني بيقول له كثرت علي شرائع الإسلام فدلني على عمل أتشبث به وأقصر، قل حاجة يعني إيه خفيفة. قال له لا يزال لسانك رطبا من ذكر الله. العلماء قالوا لقد جمع له الدين كله في هذه الكلمات. ليه؟ طول ما أنت بتذكر ربنا صعب أنك تعصي ربنا. خيال حضرتك، هل ممكن واحد مثلا هو ماشي يلاقي عفوا واحدة معدية وعايز ينظر لها، هل ممكن ينظر إليها وهو بيذكر ربنا؟ لا يمكن. فطالما بيذكر ربنا فذكر الله يعصمه من النظر إلى النساء. هل ممكن واحد يروح يسرق وحاطط إيده في جيبه اللي جنبه يقول بسم الله توكلت على الله؟ يعني واخد بالك، لا يمكن طبعا. قال لك فلما الإنسان ينشغل بذكر الله محال أن يتلازم الذكر مع المعصية، لا يمكن إن يجتمع الذكر مع معصية المولى عز وجل. يقول الحبيب المصطفى كما عند أحمد الترمذي بسند صحيح إن الله أمر يحيى بن زكريا بخمس كلمات، وكان من بينها وأمركم بذكر الله تعالى، وراح ضارب مثل بقى. قال ومثل ذلك كمثل رجل طلبه العدو صراعا في أثره، فأتى حصنا حصينا، دخل جوه حصن كده وتحصن بيه عشان العدو ما يوصلوش، فأحرز نفسه فيه. قال وإن العبد أحصن ما يكون من الشيطان إذا كان في ذكر الله تعالى. عايز تتحصن، عايز ربنا يحميك من كل مكائد الشيطان، عايز ربنا ينجيك من المعاصي، اذكر ربنا سبحانه وتعالى وشغل لسانك بذكر الله سبحانه وتعالى. ولذلك كانت وصية المولى عز وجل لسيدنا موسى سيدنا هارون وهم رايحين لفرعون، قال ولا تنيا في ذكري، ما تأثروش، اشغلوا لسانكم دايما بذكري، ده هيكون من أعظم أسباب الثبات ومن أعظم أسباب القوة النفسية والقلبية وانتوا واقفين قدام فرعون. رقم 6 من أسباب الثبات، أتمنى تكونوا بتكتبوا ورايا حتى رؤوس رؤوس أقلام. رقم 6 من أسباب الثبات على دين الله سبحانه وتعالى الدعاء. الدعاء يا جماعة، قلنا مبارح الدعاء دعاء المؤمنين، ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة
إنك أنت الوهاب. وكان أكثر دعاء النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك. والحديث رواه الترمذي بسند صحيح، بل وثبت عند مسلم أن الله عز وجل قال: يا عبادي يا عبادي كلكم ضال إلا من هديته فاستهدوني أهدكم. اطلبوا مني الهداية عشان أهديكم، اطلبوا مني الثبات عشان أثبتكم، اطلبوا مني المغفرة عشان أغفر لكم، اطلبوا اطلبوا من الملك سبحانه وتعالى. والحق جل وعلا من يعني مش عارفه أقول إيه، يعني والله لا أستطيع أن أصف مدى كرم الحق سبحانه وتعالى من شدة رحمته ووده بعباده. ينزل كل ليلة كما في صحيح مسلم: كل ليلة إلى السماء الدنيا نزولا يليق بجلاله وكماله، وينادي على عباده: هل من داع يدعوني فأجيبه؟ هل من سائر يسألني فأعطيه؟ هل من مستغفر يستغفرني فأغفر له؟ إلى أن يطلع الصبح. يبقى إذن: يا عبادي كلكم ضال إلا من هديته فاستهدوني أهدكم. ولذلك كان هداية سيدنا عمر بن الخطاب اللي كانوا بيقول عنه: لو أسلم حمار الخطاب ما أسلم عمر بن الخطاب. تخيل حضرتك، يعني كانوا يأسلين منه تماما، لا يمكن يسلم. ورغم ذلك يسلم عمر بن الخطاب بعد تقدير ربنا سبحانه وتعالى، يسلم بدعاء النبي. وده كان أعظم سبب على فكرة من أسباب إيمان وإسلام عمر ابن الخطاب رضي الله عنه ورضاه، أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يدعو كما عند الترمذي بسند صحيح: اللهم أعز الإسلام بأحب هذين الرجلين إليك. بعمر ابن الخطاب، وبدأ بالأول أنه كان أقرب إلى قلب النبي عليه السلام من أبي جهل، قال بعمر ابن الخطاب أو بعمر بن هشام اللي هو أبو جهل، فكان أحبهما عمر بن الخطاب. فأسلم عمر بن الخطاب رضي الله عنه وضع، أصبح فاروق الأمة اللي النبي قال عنه بعد كده. سبحان الله، شوف قال عنه إيه: لو كان نبي بعدي لكان عمر. وقال صلى الله عليه وسلم، والحديثين عند أحمد بسند صحيح، قال صلى الله عليه وسلم: إن الله أجر الحكمة على قلب ولسان عمر. وقلت دائما يا جماعة، قلت إن عمر مر بمرحلتين كان ما بين كلمة لو. الناس كانت تقول لو أسلم حمار الخطاب ما أسلم عمر الخطاب، فلما أسلم وبقى فاروق الأمة يوم النبي يقول إيه: لو كان نبي من بعدي لكان عمر. شوف ما بين لو الأولى وما بين لو الثانية بقى عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه فاروق الأمة. بل والنصر في يوم بدر وفي يوم الأحزاب أيضا بعد تقدير رب سبحانه وتعالى كان بدعاء النبي صلى الله عليه وسلم. بل وشوف بقى الموقف العجيب جدا لقتيبة بن مسلم، هذا القائد الفز، لما كان راح يفتح بلاد كابل فاستعصت عليه لأنها مدينة صعبة جدا، فقال: التمسوا لي محمد ابن واسع، دوروا لي على محمد ابن واسع. محمد ابن واسع ده رجل من خيرة التابعين، فقال: التمسوا لي محمد ابن واسع. فذهبوا فوجدوه واقفا يعني رافعا يديه إلى السماء وهو يدعو: اللهم نصرك الذي وعدت، اللهم أنزل نصرك على عبادك المؤمنين. فأول ما لقوا المنظر ده ما رضيوش بقى ان هم يقطعوا الدعاء، وراحوا راجعين لمين؟ لقتيبة بن مسلم، قالوا له: وجدناه رافعا يديه الى السماء يدعو. فقال: ابشروا والله بالنصر، فلأصبعي محمد بن واسع وهي تشير الى السماء احب الي من 100,000 سيف شهير ومن 100,000 شاب طرير. دعاء رجل صالح افضل من جيش كامل. سبحان الملك، وبالفعل جاء النصر بفضل الله سبحانه وتعالى. يبقى من اسباب الثبات رقم 6 الدعاء، رقم 7 التربية الإيمانية. الإنسان يا جماعة ابن بيئته، وزي ما بيقولوا يعني كده سبحان الله، يعني إن الإنسان لما يتربى ما بين أناس قد ثبت الله قلوبهم على الطاعة هو كمان بيثبت. وشوف بقى النبي عليه السلام كان يربي الصحابة على الزهد في الدنيا وعلى الرغبة في الآخرة، وكان دائما يذكرهم بالجنة و و و إلى غير ذلك. فالنبي عليه السلام كان يعني خلاهم يفهموا معنى كبير جدا، ان الدنيا دي لا يمكن تكون دار راحه، دي دار ابتلاء وامتحان، والانسان لابد ان يثبت ويصبر لحد ما ربنا يكرمه في جنه الرحمن التي فيها ما لا عين رات ولا اذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. والنبي وضح لهم ان لابد من دفع الثمن، قال: الا ان سلعه الله غاليه، الا ان سلعه الله هي الجنه. يبقى الجنه دي سلعه غاليه، وعشان تخش الجنه الموضوع مش ببلاش. ده انت لما تروح تشتغل في شركه من شركات الدنيا لازم تقدم المؤهلات، ولازم تقدم شهادات الخبرة وإلى غير ذلك، وتدفع رسوم وتعمل حاجات يعني لحد ما تشتغل. فما ظنك بمن يريد الجنة؟ لازم تصبر على الابتلاءات،
لازم تصبر على التكاليف، لازم تعبد ربنا، والتكاليف والأمر والنهي لازم تكون ثابت في كل هذا عشان ربنا يكرمك. فكان هو ده السبب اللي ثبت بلال وثبت عمار وأمه سمية وخباب اللي شافوا عذاب لا يعلمه إلا الله. ما ثبتهم إلا التربية الإيمانية الجميلة التي سكبها النبي صلى الله عليه وسلم في قلوب أصحابه. ولذلك تلاقوا يعني التكاليف والعبادات كانت كلها في سنة تقريبا 2 هجرية، السنة الثانية للهجرة لما راح المدينة. إنما قبل كده الخمستاشر سنة دول كلهم تقريبا كان كلهم غرس إيمان وتوحيد وعقيدة في قلوب الصحابة. عشان كده لما يجي بقى القلب ده بقى مليان إيمان وتوحيد وعقيدة وما شاء الله، أول ما تقول له الخمر اتحرمت خلاص، فهل أنتم منتهون؟ انتهينا ربنا انتهينا. فاهم ازاي؟ القبلة هنغيرها من المسجد الأقصى إلى المسجد الحرام، خلاص سمعا وطاعة. وتمت الاستدارة امتى يا جماعة؟ هم بيصلوا صلاة العصر وكانوا راكعين ومتجهين إلى المسجد الأقصى، فنزلت الآية بأن خلاص إيه، فلنولينك قبلة ترضاها فولي وجهك شطر المسجد الحرام. على طول في ساعتها استدار النبي تجاه المسجد الحرام والكل استدار وراه هم راكعين. شوف ده، شوف السمع والطاعة، حاجة تربية إيمانية. راجل يكون لابس خاتم ذهب، حديث رواه البخاري والنبي عليه السلام، وراجل تقريبا ما كانش يعرف ان 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 نزل تحريم، لان النبي لبس في بدايه الامر كان بيلبس خاتم ذهب، فلما نزل التحريم خلع النبي صلى الله عليه وسلم خلاص. فالصحابي تقريبا ما كانش عارف ان التحريم نزل خلاص، فكان لابس خاتم ذهب. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: يعمد احدكم الى جمره من النار فيجعلها في يدي، فخد منه الخاتم ورماه على الارض بس خلاص، والنبي مشي. فالصحابه قالوا له: خد الخاتم وانتفع به، ما تلبسوش بس روح بيعه وانتفع. قال: والله ما كنت آخذه بعد أن طرحه النبي على الأرض، مع أني كان يجوز أن ياخده ويبيعه، رفض حتى ياخد الخاتم. ليه؟ لأن النبي خلاص طرحه من إيده. في يوم من الأيام داخلين يصلوا، كانوا بيصلوا بالنعال، لأن المساجد ما كانتش بقى زي حالتنا دلوقتي سجاد وموكيت وكام ده كله، كان الأرض من الحصى. فالنبي في يوم من الأيام وهو بيصلي راح خالع النعلين بتوعه، راح خالعين وراه من غير ما يسأله. فلما انتهى النبي صلى الله عليه وسلم قال: لماذا خلعتم؟ قالوا: رأيناك خلعت فخلعنا. احنا ما نسألش ليه عملت كده رسول، احنا بنتبعك دون ان نسأل. هو ده التسليم المطلق. فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في انفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. درجات يعني او مقامات الدين ثلاث مقامات: اسلام، ايمان، احسان. الثلاثة اتجمعوا في الآية ديت. فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم إسلام، ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت إيمان، ويسلموا تسليما إحسان. الثلاثة اتجمعوا في آية واحدة بفضل الله سبحانه وتعالى. التربية الإيمانية رقم 8: مرافقة الصالحين والقرب من العلماء. طبعا لما ترافق الناس الصالحين، والنبي صلى الله عليه وسلم قال كما عند أبي داود بإسناد حسن: الرجل على دين خليله فلينظر أحدكم من يخالل. وقال صلى الله عليه وآله وسلم: لا تصاحب إلا مؤمنا ولا يأكل طعامك إلا تقي. دي وصية النبي صلى الله عليه وسلم، لأن أنت لو صاحبت واحد بيشم ولا بيشرب خمر ولا بيعمل كذا ولا بيعمل كذا، ممكن يجرك للفتنة دي ويضيعك. أما لما يكون صاحب إنسان يعينك على طاعة ربنا، ما شاء الله بيصحيك لصلاة الفجر، لقيام الليل، يذكرك بصيام الاثنين والخميس، يذكرك بقراءة القرآن، يتسابق معك في طلب العلم، يذكرك بالدعوة إلى الله، يفعل كذا، يعني ما شاء الله بياخد بإيدك إلى مرضات الله وإلى جنة الرحمن سبحانه وتعالى. ولذلك حديث عجيب جدا جدا حب دايما أذكر نفسي وإخواني به، حديث رواه البخاري عن حذيفة ابن اليمان. حذيفة بن اليمان كان أعلم الصحابة بالفتن القائمة منذ عهد النبي صلى الله عليه وسلم وإلى قيام الساعة. أكتر واحد يعلم الفتن حفظها من النبي صلى الله عليه وسلم. فبيقول إيه بقى؟ بيقول: كان الناس، خد بالك بقى من فقه هذا الصحابي الجليل، كان الناس يسألون رسول الله عن الخير، وكنت أسأله عن الشر مخافة أن يدركني، وذلك من باب قول القائل: عرفت الشر لا للشر ولكن لتوقيه، ومن لا يعرف الخير من الشر يقع فيه. قال: أنا يعني الصحابة كان يروح يسألوا النبي عليه السلام
ايه احب الاعمال الى الله، ايه العمل اللي دخلني الجنه، ايه العمل اللي يرفعني في درجات الجنه، ايه. انا ما كنتش اسال عن كده خالص، انا كنت اسال عن الشر بقى، ايه اللي ممكن يدخلني النار، ايه اللي ممكن يبعدني عن طاعه ربنا، ايه اللي ممكن يبعدني عن مرضات الله، عشان احذر من الحاجات ديت واقرب من الحاجات اللي ترضي ربنا. واضح؟ يبقى عرفت الشر لا للشر، انا مش عايز اعرف الشر عشان بحب الشر، لا، ولكن للتوقين عشان اعمل لنفسي وقايه. ومن لا يعرف الخير من الشر يقع فيه، ما ممكن الانسان يريد الخير ولكنه لا يعرف مسالك الشر فيقع في مسلك من مسالك الشر. قال: كان الناس يسألون رسول الله عن الخير، وكنت أسأله عن الشر مخافة أن يدركني، فقلت: يا رسول الله، لقد كنا في جاهلية وشر، فجاءنا الله عز وجل بهذا الخير، يعني بهذا الدين، فهل بعد هذا الخير من شر؟ قال: أجل. ولم يسأله حذيفة عن الشر ده ولا تفاصيله، لسبب لوجود الجيل الأول، هذا الجيل العظيم اللي كان وجوده بفضل الله، يعني بفضل الله سبحانه وتعالى كان قادرا على أن هو يقضي على أي فتنة. وقبلك، لأن النبي قال كما في الصحيحين: خير الناس قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم، فما زالوا في القرون الخيرين. قال: فهل بعد هذا الخير من شر؟ قال: أجل. لم يسألوا عن تفصيل. فقال لهم: فهل بعد هذا الشر من خير؟ يعني احنا دلوقتي في خير وفي شر جاي، مش هسأل عن تفاصيله، لكن بعد الشر اللي جاي ده في بعد خير؟ قال: أجل، خير وفيه دخن. قلت: وما دخنه يا رسول الله؟ قال: قوم يستنون بغير سنتي ويهتدون بغير هدي، تعرف منهم وتنكر. يعني بداية بقى ظهور البدعة، واخد بالك. قلت: فهل بعد هذا الخير الذي فيه دخن هل بعده من شر؟ قال: أجل، دعاة على أبواب جهنم، من أجابهم قذفوه فيها. قلت: صفهم لنا يا رسول الله، وصف لنا الدعاة على أبواب جهنم دولت. قال: أما إنهم أناس من جلدتنا ويتكلمون بألسنتنا. قلت: فبما تأمرني إن أدركني هذا الزمان؟ جزاك الله عنا خيرا سيدنا حذيفة، أصل سيدنا حذيفة مش هيدرك هذا الزمان، واخد بالك، لكنه بيسأل عشان ينتفع المسلمون بهذه الكلمات، هو بيقدم لنا الحديث ده هدية منه لنا. قال: فبما تأمرني إن أدركني هذا الزمان؟ قال: أن تلزم جماعة المسلمين وإمامهم. قلت: فإن لم أجد لهم جماعة ولا إمامة؟ قال: فاعتزل تلك الفرق، ولو أن تعض على أصل شجرة حتى يدركك الموت وأنت على ذلك. لو ما جدتش بقى جماعة المسلمين وإمامهم، اعتزل الفرق دي كلها وقعد في بيتك، ولو أن تعض على أصل شجرة حتى يدركك الموت وأنت على ذلك. فسر بعض أهل العلم كلمة النبي صلى الله عليه وسلم: ولو أن تعض على أصل الشجرة حتى يدركك الموت وأنت على ذلك، فسروها كلمة تعض على أصل الشجرة أي أن تلزم عالما عاملا بما يعلم. هو ده من أعظم أسباب النجاة في وقت الفتن، أن أنت تلزم عالم فاهم. وكما أكرر دائما، إحنا في زماننا ده مش محتاجين عالم مذاكر حافظ، محتاجين عالم فاهم. والعالم يرى الفتنة وهي مقبلة، والجاهل أو حتى العابد يرى الفتنة وهي مدبرة. الفتنة وهي لسه جاية من يعني من بعيد كده، العالم يشوفها يعرف إن دي فتنة ويفهمها كويس ويتكلم ويعبر. أحيانا طبعا الفتن بتكون مشوشة، وأحيانا الأمور ما بتكونش واضحة، وقد يخطئ العالم وقد يجتهد ويزل إلى غير ذلك. ما فيش حد معصوم إلا النبي صلى الله عليه وسلم، لكن في الغالب العالم اللي فاهم بيرى الفتنة وهي مقبلة، وأما غير العالم فيراها بعد ما تعدي وخلاص والدنيا كلها توضح، بيشوفها بقى وهي ماشية، اللي هي إيه؟ الفتنة. طيب، من ضمن أسباب الثبات على دين الله أو وسائل الثبات على دين الله، طلب العلم. لان انت هتثبت على دين ازاي وانت ما تعرفش حاجه عنه؟ فلو بد حتى تطلب اللي هي فروض العين، فروض الاعيان على كل مسلم، ان انت تتعلم فقه الطهاره، تتعلم فقه الصلاه، داخل على رمضان تتعلم فقه الصيام، رايح تحج تتعلم فقه الحج، راجل شغال في التجاره تتعلم فقه البيوع، واخد بالك، وهكذا. في علوم دي فرض كفايه، لو تعلمها واحد في كل مكان يكفي ويرفع الحرج عن الاخرين، زي علم المواريث،
إلى غير ذلك من العلوم التي قد لا يحتاج إليها المسلم لكن يحتاج فقط أن يسأل عنها عند الحاجة. واضح؟ يبقى طلب العلم. قال جل وعلا: إنما يخشى الله من عباده العلماء. وقال صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين: من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. وقال كما عند مسلم: ومن سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له به طريقا إلى الجنة. إذن محتاجين إن احنا نطلب العلم ولو حتى فروض الأعيان، إن احنا يعني على الأقل نكون عارفين كل عبادة هنعبد ربنا إزاي. وإلا أنا لو ما عرفش فقه الصلاة، أجي مثلا عايز أصلي شوية نوافل مثلا، فأجي مثلا أصلي نافلة غلط مثلا، أو أن مثلا عايز أصلي مثلا فريضة، هاجي أصلي الظهر وأنا ما عنديش علم بالدين ولا أعلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: صلوا كما رأيتموني أصلي. فهعمل إيه؟ أصلي الظهر ست ركعات. لكن النبي عليه الصلاة والسلام قال: لا، صلوا كما بالضبط كده كربون كما رأيتموني أصلي. عايز أروح حج، واخد بالك؟ خذوا عني مناسككم. يبقى النبي صلى الله عليه وسلم وضح لنا كل حاجة، وتركنا على المحجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك، بأبي هو أمي صلى الله عليه وسلم، الذي قال كما عند الحاكم بسند صحيح: تركت فيكم ما إن تمسكتم به فلن تضلوا بعدي أبدا كتاب الله وسنتي، وإنهما لن يتفرقا حتى يرد علي الحوض. طيب، رقم 10 من أسباب أو من وسائل الثبات على دين الله، ودي وسيلة مهمة جدا جدا، الدعوة إلى الله. طلبت العلم، العلم ده أنا مش بطلبه لنفسي، العلم ده أنا بطلبه لثلاث حاجات. بطلب العلم من أجل أن العلم وأهل العلم ربنا سبحانه وتعالى يعني بيرفع قدرهم في الدنيا والآخرة. رقم 2 عشان أعمل بالعلم ده. رقم 3 عشان أدعو الناس إلى هذا العلم. واضح كده يا جماعة؟ والمولى عز وجل قال: لما تقولون ما لا تفعلون، كبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون، أتأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم وأنتم تتلون الكتاب أفلا تعقلون. وقال جل وعلا عن سيدنا يعقوب: وإنه لذو علم لما علمناه، قال قتادة: أي وإنه لذو عمل بما علمناه. يبقى أنا بطلب العلم عشان أعمل به وعشان أدعو الناس. كنتم خير أمة أخرجت للناس، واخد بالك؟ والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: من دعا إلى هدى، كما عند مسلم، كان له أجر من تبعه دون أن ينقص من أجورهم شيئا. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول كما عند الترمذي بسند صحيح: إن الله وملائكته وأهل السماوات وأهل الأرض، حتى النملة في جحرها وحتى الحوت في البحر، لا يصلون على معلم الناس الخير. وقال صلى الله عليه وسلم: الدال على الخير كفاعله. أحاديث كثيرة جدا جدا تحض الإنسان أنه يجتهد في الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى. وقال صلى الله عليه وسلم كما عند مسلم: إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث، كان من بينها أو علم ينتفع به. يبقى العلم اللي بينتفع به ده لما تتركه بعد موتك، هو ده بقى إيه الثمرة بتاعتك، هو ده ابنك بقى اللي ينفعك في قبرك بجد. واخد بالك؟ رجل عالم ترك محاضرات، ترك كتب، ترك حاجات زي كده بفضل الله، هو يبقى ميت والناس عمالة تسمع محاضراته وتقرأ كتبه وتنتفع بيها، وكل ده في ميزان حسناته والدال على الخير كفاعله. فاضل عنصرين فقط أو وسيلتين من وسائل الثبات على دين الله سبحانه وتعالى. رقم 11: تذكر الموت والخوف من سوء الخاتمة. أنا بثبت ليه؟ بثبت على الدين لأني بحب ربنا، ولأني بعتز بهذا الدين، ولأني بحب النبي صلى الله عليه وسلم، ونفسي أن ربنا يحشرني معاه، ونفسي أن ربنا يكرمني برضوانه وبجنته وبالنظر إلى وجهه في جنته سبحانه وتعالى. فده بيخليني أثبت، وبخاف أن أنا أموت على سوء الخاتمة. يعني دي مصيبة، مصيبة. إن الرجل، وذكرنا الحديث مبارح، إن الرجل لا يعمل الزمان الطويل بعمل أهل الجنة فيما يظهر للناس، حتى إذا ما اقترب أجله سبق عليه الكتاب فعمل بعمل أهل النار فدخل النار. وإن الرجل لا يعمل الزمان الطويل بعمل أهل النار حتى إذا ما اقترب أجله سبق عليه الكتاب فعمل بعمل أهل الجنة فدخل الجنة. زاد الإمام البخاري قول الحبيب النبي صلى الله عليه وسلم: فإنما الأعمال بالخواتيم. العبرة بالخاتمة. عشان كده من عقيدة أهل السنة والجماعة ألا نحكم لمعين بأنه من أهل الجنة، ولا نحكم على معين بأنه من أهل النار. يبقى لازم يا جماعة نحرص كل الحرص، لو وقعنا في ذنب محدش معصوم، توب قبل أن تنام. اوعى تنام ليلة وانت مرتكب ذنب دون أن تتوب، لأنه ممكن تموت في الليلة دي تلقى الله وأنت تائب، خلاص معركش إيه، معركش أي حاجة، تلحق تتوب كل ليلة قبل ما تنام تقول دعاء سيد الاستغفار، أو حتى لو مش حافظ أقول أستغفر الله، تبت إلى الله وخلاص ونام.
يبقى انت كده نمت ايه على توبه، يبقى عندك عزم ان انت ما ترجعش المعصيه ابدا. لو وقعت تاني توب. احد التلاميذ التابعين بيقول لي شيخه اني اذنب، قال توب، قال ثم اعود فاذنب، قال توب، قال حتى متى؟ قال حتى تيأس الشيطان منك. لان الشيطان وظيفته يأسك من رحمه ربنا. والمولى عز وجل بيقول نبئ عبادي اني انا الغفور الرحيم، لكن في المقابل وان عذابي هو العذاب الاليم. شفت ده؟ وربنا سبحانه وتعالى بيقول لكل يا عبادي الذين اسرفوا على انفسهم لا تقنطوا من رحمه الله ان الله يغفر الذنوب جميعا انه هو الغفور الرحيم. وقال الا من تاب وامن وعمل عملا صالحا فاولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات وكان الله غفورا رحيما. لقي الفضيل بن عياض رجلا غافلا عن طاعه الله، قال له كم عمرك؟ قال 60 سنة. قال سبحان الله، فانت منذ 60 سنة تسير الى الله يوشك ان تصل. قال الرجل إنا لله وإنا إليه راجعون. قال هل تعلم معنى تلك الكلمة؟ قال أجل، أعلم أني ملك لله وأني إليه راجع. قال يا هذا من علم أنه ملك لله وأنه إليه راجع فليعلم أنه بين يديه موقوف، ومن علم أنه بين يديه موقوف فليعلم أنه بين يديه مسؤول، ومن علم أنه بين يديه مسؤول فليعد للسؤال جوابا. قال ما الحيلة يرحمك الله؟ قال الحيلة يسيرة. هو ده العالم. العالم ما يأس الناس من رحمة ربنا وما يجرأش الناس على معصية ربنا. قال الحيلة يسيرة. قال ما هي؟ قال أن تتقي الله فيما بقي يغفر الله لك، يغفر الله لك ما قد مضى وما قد بقى. هي دي المسألة، خدت بال حضرتك؟ فرقم 11 تذكر الموت والخوف من سوء الخاتمة. آخر وسيلة من وسائل الثبات على دين الله استحضار نعيم الجنة وعذاب النار. ربنا ينجينا وإياكم يا رب العالمين، ويرزقنا وإياكم جنة الرحمن، ويجمعنا وإياكم في الفردوس الأعلى يا رب العالمين. شفت دي؟ هي دي المسألة. ولذلك كان النبي يربط كل طاعة بالجنة، كل طاعة. ما فيش طاعة فيك يا دنيا، وأنا قلتها لكم قبل كده، ما فيش طاعة في الكون ده كله إلا ربطها النبي صلى الله عليه وسلم بإيه؟ بالجنة. حتى كان في غزوة بدر يشجع الصحابة على أنهم يكسروا الحاجز ده، أول مرة يقاتلوا في سبيل الله، يقول لهم الذي نفسي بيدي لا يقابلهم اليوم أو لا يقاتلهم اليوم رجل منكم فيقتل صابرا محتسبا مقبلا غير مدبر إلا أدخله الله الجنة. ثم يقول قوموا إلى جنة عرضها السماوات والأرض، والحديث رواه مسلم. فيقول عمير بن حمام بخن بخن جنة عرضها السماوات والأرض. قال ما حملك على قولك بخن بخن؟ قال لا شيء يا رسول الله، سوى أني أرجو أن أكون من أهلها. قال أنت من أهلها. طلع 3-4 تمرات، كل تمرتين، وبعدين قال لأن أنا بقيت حتى آكل تلك التمرات إنها لحياة طويلة. ألقى التمر ودخل فقاتل فقتل فكان من أهل الجنة بوعد الصادق صلى الله عليه وسلم. النبي يمر على آل ياسر، عمار بن ياسر وياسر وأمه سمية، وبيعذبه في رمضاء مكة. يقول صبرا آل ياسر فإن موعدكم الجنة. خلاص يهون عليهم كل بلاء، يهون عليهم كل بلاء. ولذلك أختم حلقة الليلة دي بحوار يوضح لك. وشوف سيدنا بقى حنظلة لما بيقول لك كان النبي يكلمنا عن الجنة والنار فكأن رأي عين، من كتر تذكير النبي للصحابة بالجنة والنار هان عليهم كل بلاء في الدنيا وهان عليهم كل حاجة، وضحوا بالغالي والنفيس من أجل هذا الدين العظيم. أنا أذكر هذا الحوار وأختم به هذا اللقاء. المولى عز وجل حينما يذكر في سورة الأعراف هذا الحوار الغريب الذي يدور بين أهل الجنة وبين أهل النار. ونادى أصحاب الجنة أصحاب النار، ونادى أصحاب الجنة أصحاب النار أن قد وجدنا ما وعدنا ربنا حقا، فهل وجدتم ما وعد ربكم حقا؟ قالوا نعم. فأذن مؤذن بينهم اللعنة الله على الظالمين الذين يصدون عن سبيل الله ويبغونها عوجا وهم بالآخرة كافرون. وبينهما حجاب، وعلى الأعراف رجال يعرفون كلا بسيماهم، يعرفون أهل الجنة وأهل النار. وعلى الأعراف رجال يعرفون كلا بسمهم، ونادوا أصحاب الجنة أن سلام عليكم لم يدخلوها وهم يطمعون. وإذا صرفت أبصارهم تلقاء أصحاب النار قالوا ربنا لا تجعلنا مع القوم الظالمين. ونادى أصحاب الأعراف رجالا يعرفونهم بسمهم قالوا ما أغنى عنكم جمعكم وما كنتم تستكبرون. أهؤلاء الذين أقسمتم لا ينالهم الله برحمة ادخلوا الجنة لا خوف عليكم ولا أنتم تحزنون. ونادى أصحاب النار أصحاب الجنة أن أفيضوا علينا من الماء أو مما رزقكم الله. قالوا إن الله حرمهما على الكافرين الذين اتخذوا دينهم لهوا ولعبا وغرتهم الحياة الدنيا، فاليوم ننساهم كما نسوا لقاء يومهم هذا وما كانوا بآياتنا يجحدون.
دي كانت 12 وسيلة من وسائل الثبات على دين الله سبحانه وتعالى. أتمنى تكونوا كتبتم رؤوس أقلامهم، وإن شاء الله بكرة على موعد مع درس مفاجأة إن شاء الله، أتمنى أن يعجبكم. وأنا سعيد جدا بلقائكم في هذا الوقت الكريم المبارك، يعني الوقت جينا معكم بسرعة. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. بحبكم في الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مواقف الإيمان، لأن مواقف الإيمان تبقى